دائما موصل معكم حتى 12 ديال الظهر برنامجكم حديث ومغزل، وكترافقنا اليوم في الساعه الثانيه الدكتوره سناء العيناني الخبيره والمختصه في التغذيه والحمية وطب التجميل. اي سؤال عندك لالا كيشغل بالك عنده علاقه بالتغذيه ممكن طرحيه علينا. اليوم عندي حصه مفتوحه، يعني اي موضوع انت بغيتي تسولي مرحبا بك على رقم الاستوديو 02 77 24 24. سناء العيناني صباح الخير. صباح النور مستمعي الكرام. الحمد لله للقائنا جدد اليوم، كانت وحشكم. احنا كان نتوحشوك وكنشتاقوا ليك الصورة. الأسرة الكريمة كل شيء بخير؟ اللهم لك الحمد سناء، اللهم لك الحمد. اليوم حصة مفتوحة للجميع، اللي بغى يطرح شي سؤال مرحبا. احنا راه الإشارة مرحبا بكم وبأسئلتكم، الأسئلة اللي كتعلق بالتغذية أو التجميل مرحبا. فعلا غادي ناخذ طبعا أسئلة المستمعات. كنذكر 05 22 77 24 24. كنعرفوا دكتوره لانه دابا عرفات الشتاء والحراره غادي تبقى غدا وكتنقص. عموما شنو هي اهم توصيات او نصائح اللي تبغي تركزي عليها عندها علاقه بهذا الصحه بالنسبه لما يخص التغذيه ديال اي واحد فينا؟ اليوم ما كنتش نسلط الضوء على واحد الغده مهمه جدا باش كتعادل لنا الحراره ديال الجسم، كتعادل لنا مستوى ديال الحرق، فهي الغده الدرقيه. ما كنتش نتكلموا على الصحه ديال الغده الدرقيه انتظارا بعد ما وصلنا للاسئله ديال المستمعات. الاسئله كاينين، انا مرحبا بهم. من هذا الموضوع ما كنتش نعطي عليه غير واحد النبذه صغيره، لان الغده نقترح عليك الا سمحتي لي نفضل هذا الموضوع نخليه في حلقه خاصه بالغده الدرقيه لانه فيه الكثير ما يتقال، ولكن يا ريت غير الا مشيتي جاوبتيني على السؤال ديالي اهم على ليش خاص الانسان يركز في هذه الفتره هذه من سنه باش نبداو نستقبلوا المستمعات ديالنا هما معنا. هنا خصنا نركزوا على الاوميغا 3 باش خصنا نرفعوا من المناعه ديالنا، هذه شي حاجه اللي هي بديهيه. الاوميغا 3 اللي غنلقاوها في الاسماك الغنيه خاصه، غنركزوا على لا فيتامين سي اللي غادي نلقاوها في الحوامض، غنلقاوها في الكيوي، غنلقاوها في المعدنوس، غنركزوا ايضا على لا فيتامين ا لانها حتى هي كتقوي وكتعزز المناعه، وللانفوسيت محتاجينها باش تخدموا مزيان. دونك لا فيتامين ا غادي نلقاوها في الاطعمه اللي لونها احمر ناصع، يعني القرعه الحمراء، خيزو، مطيشه، غنلقاوها ايضا في البطاطا الحلوه. غنركزوا ايضا على ماده الزنك فهي مهمه جدا، وغنلقاوها في المنتوجات ديال البحر، يعني غنقدروا نلقاوها في ليمون، غنلقاوها في الاسماك بصفه عامه، السردين غنلقاو فيه ماده ديال اليود. بالنسبه الناس ضروري يبعدوا من السكر السريع في هذه الفتره خاصه من السنه، وخاصه السكر السريع كينزل من مستوى المناعه ديال الشخص. دونك نعوضوه ربما بفواكه، وحتى الفواكه نردوا بالنا جوج حتى ثلاثه الفواكه في اليوم كافينا، ربما ناخذوا وبعيدين على 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 الوجبات، ربما ناخذوا فاكهه في الصباح، والفاكهه في الصباح نفضل تكون يا اما كيوي ولا مانداغين ولا الليمون. فهذيك الوقيته حنا محتاجين الفيتامين سي باش نبداو اليوم ديالنا. واضح. غادي ناخذوا اسئله مستمعاتنا دكتوره سناء العيناني. مرحبا. من مدينه الرباط معنا بشرى، صباح الخير على راديو اصوات. نور اختي سناء، لاباس عليك؟ صحيحه الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله على اختك. اختي بغيت نهضر مع الدكتوره الله يخليك. مرحبا لاباس ربي يخليك. عندي مشكل ديال السمنه ولكن ما ممكن انا كنظن انتفاخ، لان الماكله عاديه تناكل، ماشي مثلا كل شي حاجه اللي يعني فواكه كما قالت الدكتوره، كناكل الفواكه زعما مزيان. هل تاخذي بالفاكهه في اليوم؟ عندي جوج مرات فاكهه في النهار. وشنو الوقيتات اللي كتاخذي فيهم الفواكه؟ يعني كناخذ مور الغداء وملي كنجي الناس.
داكو. وهاد الوقيتة بعد اللي كتاخدي فيها الفواكه راه غير منصح بها. ما كناكلوهم شورا الغداء مباشرة، كيتخادوا يا إما قبل من الوجبة ديال الغداء يا إما ساعتين من بعد. لأن الفاكهة هي شي حاجة اللي سهلة بغيك تهضم، ما خصهاش تعطل. إلا تعطلت ثم كيتخمر وتتقدر تؤدي إلى سمنة وإلى غازات وانتفاخ. هذا المشكل اللي عندي انا هو الغازات. واي حاجه حلوه ما تناخذوهاش ورا 6 د العشيه. الفاكهه ما خصهاش تاخذ بكري، يا اما في الصباح مع ديك ال11 هكذاك ال10 ل11 او تخاد مع الربعه الخمسة ديال العشيه، وما ناخذوهاش ورا 6 ديال العشيه. غير هذه بوحدها راه تقدر تنفخك. شكرا على واجب. وضروري ديري تحاليل باش تشوفي ما يكونش شي مشكل ديال الهرمونات، كيف تنعرفوا بان حتى الا كان خمول ديال الغده الدرقيه فهو كيقدر يؤدي الى انتفاخ والى سمنه. عندي الغاز بزاف، وعندي يعني انتفاخ انا. المهم كاين مشكل ديال الامساك ولا لا؟ كاين القبض بعض المرات كيكون عندي القبض. وضروري ما تشوفي طبيب مختص ديال الجهاز الهضمي باش يدير لك التحاليل المناسبه ويعرف شنو المشكل. واش هذا النصران غير زعما كيف كنقولوا عنده خمول معكاز ولا شنو واقع، باش تحلي المشكل جذريا ما يبقاش عندك. وخدمي عضلات ديال البطن باش ما تخليش، باش تكون عندك ثابته، ما تخليش النصران يتوسع وقت ما كانوا الغازات غادي يتوسع ويوقع لك انتفاخ في البطن. واخا شكرا. لا شكرا على واجب بشرى، مرحبا. شكرا انا. شكرا رجاء من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدايرك سي سناء؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. اول مره غنشارك معكم، ديما كنعيط وما كيشدش ليا الخط. ايوا مرحبا ونهار كبير. حنا بارك الله فيك، انا والمتتبعين ديال بارك الله فيك ومتتبعين ديالك ومن تنين تلقيت. بارك الله فيك. شكرا على الوفاء ديالك وسعيده بسماع صوتك هذا الصباح معنا. يا بارك الله حديث مغزل الوفيه، سلام كبير ليك. بارك الله فيك، انا فرحانه بزاف تسمحي لي مرتاحه اول مره غندير في الراديو. مرحبا بك رجاء، خذي راحتك. بارك الله فيك. عندي شي اسئله للدكتور. تفضلي رجاء. كديرا دكتورة دابا تسالي؟ الله يسلمك، مرحبا. انا كنتبع النصائح ديالك ياك. وشكرا الراحه عليها. الحمد لله نتبع الريجيم دابا. بارك الله فيك، دابا شهرين عندي الريجيم نقص تقريبا شي 9 كيلو. برافو عليك، بارك الله فيك. بغيت غير عندي شي اسئله بالنسبه للكرش اللي بقات شويه. ودابا سيدي بعد المستمعين سيديهم، شنو درتي في هاد الشهرين؟ بالنسبه للصباح عندي الفطور يا اما كناخذ حسوه ديال الذرة ولا بالبوله ولا كناخذ الشوفان ومع ثلاثه ديال التميرات ولا كناخذ جوج بيضات مسلوقين ولا اومليت. كناخذ ما بين الفطور والغدا، كنفطر بعدا مع 7 الصباح. ما بين الفطور والغدا كناخذ فاكهه واتين صوص. وفي الغداء كندير يا اما طويجين شويه الخضيره مع شويه ديال الدجاج ولا شويه اللحم ولا كفيته بلا خبز. اغلبيه ما كناخذش الخبز وسلطه منوعه. وما بين الغداء والعشاء كناخذ فاكهه ولا كناخذ شويه اللوز مع اتاي ولا. وفي العشاء كنيده مجتهده. بارك الله فيك. وفي العشاء عندي شربه ديال الخضر بوحدها، يا شربه ديال الخضر والسمك ولا خضر والدجاج اللي عندي موجود في الدار. برافو. عندي غير واحد السؤال بالنسبه للعدس الاحمر، واش نقدر ندير به شربه في الليل؟ ممكن لي فيكولون بصفه عامه نقدروا ناخذهم واحد جوج المرات في الاسبوع في الليل، يعني يا اما تكون حسوه ولا حريره، ولا تقدري تاخذي حتى بيتزا الا صوبتيها بلاطات تكون بالقمح الكامل ماشي مشكل، غير ما تكثريش منها. او دي باتا هما من الاحسن ما يكونوش طايبين بزاف، وما تكثريش منهم وما تخلطيهمش باللحوم. يعني غادي تاخذيهم غتاخذي معاهم هي الخضار. يعني القطنيه هنا عموما واش العدس ولا اللوبيا البيضاء الحمراء كلشي انواع، ما كاينش مشكل. تقدر تاخذهم غير بكميه قليله ومع خضر، ديك الساعات ما غاديش تاخذ معاهم البروتينات، ما غاتاخذ معاهم لا دجاج لا سمك. حيت سمعت جوج مرات في الاسبوع كدير القطنيه. مرات في الاسبوع تقدري تاخذيهم، ما تبالغيش في الكميه. كنخدم بنيه صغيره. حاول الراحه. بارك الله فيك. بالنسبه للكينه بغيت عندي سؤال، واش الكينه حتى هي عندها علاقه بالوزن؟ واش
عندها علاقة بالوزن. ممكن ممكن لأنها فهي عبارة عن هرمونات كيقدر يكون يا إما الانتفاخ يا إما تفتح الشهية. دونك إلا إذا حنا يا ديما معكم وكان السؤال على حبوب منع الحمل واش كتزيد الوزن، وكانت الدكتورة كتشرح أنه ممكن تكون عامل اللي كيساعد على الزيادة في الوزن لأنها هرمونات. كان بغي نشكرك رجاء وفي انتظار ترجع معنا مجددا دكتورة سناء العيناني باش تكمل طبعا الجواب على هذا السؤال ديالك. غادي نتقبله أم عمر اللي معنا من تطوان ونشوف السؤال ديالها. أهلا بك أم عمر. ناخذ رشيده معنا من الدار البيضاء. اهلا بك. الو الو. السلام عليكم. وي عليكم السلام الاخت سناء، صافا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك بخير الحمد لله. واش اخبار الدكتوره؟ الله يسلمك رشيده. الله يجازيك بخير بارك الله فيك. شكرا جزيلا اختي. عندي واحد السؤال بغيت نسول على مشكلة تاع الغده الدرقيه. انا عندي شويه عندي خمول ديال الغده الدرقيه ومع شويه ديال انتفاخ شويه في الوزن. وبغيت نشوف نوع ديال الأغذية ولا ريجيم اللي ممكن نتبعه. مرحبا. وزيد على ذلك كنبغي ندير شويه د لامارش، ما كنقدرش، ما عندي اون توكس في رجلي ما كنقدرش ندير، هي كنزيد شي شويه كنعاود نعاود نولي ما نقدرش نكمل لامارش ديالي. وهاد لون توكس هادي واش قديمه ولا يلاه عاد؟ لا برسك اون اني دابا، جايه لاون اني. وخصك تشوفي الطبيب ديال الترويد باش تحاولي. الترويد درت الترويد ولكن الا فرصت على رجلي في المشي انا كنتمشى شويه، ولكن الا فرصت عليها كتعطيني حريق. الجزمه اللي غادي لا شوسور اللي غادي تمشي بها اكزاكتومون. ما عندي بي بلا، خديت دوك لي سومال وخديت هذيك لي زيسبا كونفور ميديكال. ورغم ذلك الا كثرت على راسي بزاف كضرني شي شويه رجلي. حاولي غير منين تمشي تمشي فشي بلاصه اللي ما يكونش فيها العقابي، فهمتي؟ تكون مستويه، غير مستويه باش تقدر باش ما تحسيش بالاجهاد على 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 رجليك. وبالنسبه للخمول الغده الدرقيه خصك تعاونيها بمنتوجات اللي كيحتويو على اليود، هما اللي غتركزي عليهم، يعني فواكه البحر، لي زالك يعني الطحالب، السمك بصفه عامه، تاخدي ايضا الملحه اللي كتكون مزوده باليود، ولكن ما تفوتيش فيها 5 غرام لان المشكل ديال الخمول الغده الدرقيه هي انها كتقدر تسبب زياده في الوزن والانتفاخ. تماما، عندي زياده في الوزن. ما تبالغيش في الملحه، الملحه ما تبالغيش فيها. خصك يكون عندك اللحوم متواجده، اللحم الاحمر 2 مرات في الاسبوع، يكون عندك البيض البلدي، يكون عندك الحبوب الكاملة، حتى مثلا الكبدة مزيانة لك، الدجاج ولا الكبدة ديال العجل. وتشربي الماء 2 لتر ديال الماء في النهار، ولكن تشربيهم غير بجغيمات صغيورين مفرقين على النهار، ماشي تشربيهم دقة واحدة، فهمتي؟ وتحاولي تقسمي الوجبات ديالك، ما تاكليش كلشي دقة واحدة. على قد الحال، ورغم ذلك الوزن شوية زايد. والرياضة ديري واحد 30 دقيقة كل نهار، حاولي هادي تنضبطي فيها. بارك الله فيك. ما كاين حتى مشكل. مرحبا بك يا اختي. بارك الله فيك. شكرا لالا سناء. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نهاركم مبروك. معنا ام عمر من تطوان. اهلا بك على راديو اسوان. كيفكم؟ كيف صحتكم؟ لاباس؟ مزيانين الحمد لله. الله يبارك فيك. وليداتك وشي مزيان؟ كيف دايره الدكتوره؟ الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا. انا نسولك على الريجيم. هذه 4 اشهر وانا كنعمل ريجيم، كنت كنوزن 99 ودابا كنوزن 87، وهذا الشهر هذا ما طحت حتى شي كيلو. عندي مشكل في الارداف، والطول ديالي مترو 75، وخصني نعرف الوزن المثالي اللي نقدر نوصل له. وخصني شي ريجيم يكون يزيد يضعفني. انت دابا شنو هذا الريجيم، هذه الحميه اللي درتيها في هاد 4 اشهر شنو هي؟ الحميه عاديه اللي كنسمع من عندك نتينا، عاديه كناكل من كل شيء، غير حيدت السكر وحيدت الخبز.
صافي وكنخدم كل تاخليه تاخديه في الفطور ماشي مشكل. كناخذو في الفطور كناخذ ربيع ومعلقه زيت الزيتون وخمسه الحبات الزيتون صافي في الفطور. في الغداء كناكل كل شيء بين الفطور والغداء كناكل فاكهه ولا جوج. في الغداء كناكل السلطه كان اللي طيب في الطويجه مره اللحم القطاني على حسب. وفي العشيه ما كنعملش الكوتي وفي العشاء او ما كنتعشاش ملي كنتعشى المعده كتبدا تحرقني ما كنتعشاش اما كنشرب كاس الويسكي. يعني من الغداء ما تتعاودي تاخدي حتى شي حاجه؟ مشكله كنتغدى انا معطله حتى الاربعه د العشيه. كتغدي مع الاربعه وفوقاش الفطور؟ الفطور العشرة عشرة الصباح. داكوغ ديك الساعة كنكون باقا مقنعة ما كيجينيش الجوع ديال العشاء مرة. والبروتينات يعني اللحم والدجاج والحوت كتاخذيهم يوميا؟ كناخذهم في الغداء كناخذهم يوميا. غادي تحاولي تخلي ليا دابا واحد 3 ايام في الاسبوع ما يكون فيها لا لحم لا دجاج لا حوت في الغداء غير الخضرة. ماشي غير الخضرة غادي نعوضوا داك البروتينات يا اما بالعدس او ما يعادلوه البيص القيصر. يا نعمل مرة في الاسبوع كنعمل هذا الشيء؟ لا ثلاثة نوبات في الاسبوع غادي ناخذ يا إما الفول مشرمل أو الفول بسارة أو الحمص أو أي حاجة من القطاني مع الخضر. ياك أو لا تقدري تاخدي كبروتينات غير البيض مع خبيز أو لا حبة وحدة ديال البطاطا وخضيرة. أو تاخدي نهار مثلا اللي يكون الكسكسو ما تاخديش اللحم ديالو تاخدي غير الكسكسو مع الخضار ومع واحد شوية ديال الحمص أو الفول. وخصني نعرف الوزن اللي نقدر نوصله أنا متر 75 تنظن بأنه إذا وصلتي 78 كيلو أو 80 كيلو فهي ممتازة بالنسبة للطول ديالك. وده كان مشكلة الأرداف. الأرداف غالبا ما كيكون المشكل وراثي ولا بد الا كاين شي مركز حداك يا اما ديال المساجات او عندهم الات اللي زعما تاكدي من الصحه ديال الالات ديالهم بانهم ما غاديش ياديوك غالبا ما غتحتاجيهم لان خصك تمشي تهرسي داك الشحمه الموضعيه ما يمكن لك داك الدهون الموضعيه خصها تمشي تهرس بالات او مساجات باش تعاوني راسك لان اذا كان حنايا دكتوره اسمح لي انا قطعتك عندنا الارداف وراثه غادي يكون وراثي انا وراثي دابا انا ملي ضعفت من فوقي ومن يدي والجسم ديالي كامل بقى لي غير الارداف ولا بد تمشي تحركي هذيك الدهون لان كتكون دهون متراكمه وقديمه ضروري ما تحركيها بشي حاجه يا اما بالات او مساجات. واخا شكرا دكتور. وتحاولي حتى الى لقيتي شي حد دريناج لنفاتيك فهو نوع من المساج غادي يساعدك كثير لان غالبا ما تيكون هذا المشكل الارداف كيصاحبو ايضا لا سيلوليت او لا ديك لا بودورونج كتكون الجلده بحال فيها ثقوب هنا تيكون مشكل ديال اللمفاوي وكيقدر هو اللي كيكون سبب في داك الارداف وغالبا ما الى درتي هاد المساجات او لا بريسوثيرابي او لا لو دريناج لنفاتيك اليدوي غادي يعاونك في هذا المشكل. كيفاش غنسميو لو دريناج لنفاتيك في العربيه دكتوره؟ مساج لمفاوي. لمف ولي لمف نشرحو شنو هما لي لمف؟ الوغ لي لمف واحد السائل اللي عندنا في ذاتنا اللي تيكون ما بين الخلايا وعندنا واحد الاوعيه لمفاويه اللي كتصاحب الاوعيه الدمويه كتاخذ داك الماء اللي تيكون ما بين الخلايا فهو تيكون فيه داك لي ديشي يعني داكشي اللي الخليه كتزود بالماكله من الخليه كتزود بالماكله من الاوعيه الدمويه وكترمي كاع داكشي ديال السموم والشوائب غترميهم في داك السائل. كاين دوك الاوعيه اللمفاويه كياخذوا داك السائل وكيديوه للغدد فين كتوقع له لا فاغوسيتوس فين كيتكال وكيتصفى باش كيتصفى الجسم من السموم. بعد نوبه تيكون هاد الاوعيه اللمفاويه فيهم شي مشكل ما تيكونوش كيديو زعما الوظيفه ديالهم كما يجب لان ربما عندهم مشكل حيت فيهم واحد الشعيرات اللي كيحبسوا الرجوع ديالهم كيكون عندهم يا اما ناقصين يا اما فيهم خلل ما
وكنلاحظوا بان كيكون اودام دو مونغ انفيريور، يعني كيكون الرجلين كينتحكوا بالماء او كيبان لك وارمين، ولا تيكون عندك مشكل ديال لا سيلوليت، كيكون يعني داك بحال الدهون كتكون مكرتسه هكاك باينه في الفخذين، ولا كيكون مشكل ديال الثقوب ديال لا بو دورونج. واخا حنا غادي نواصلوا معكم مستمعاتنا، عندنا اسئله اخرى ناخذوها من بعد الفاصل، تابعونا دائما على اصوات. معاد معنا من الدار البيضاء مباشره على راديو اصوات، برنامجكم حديث مغربي الساعه 12، مازال لنا مع بعض تقريبا 21 دقيقه. اهلا بك سعاد. معكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمة الله. كيدايره حبيبي لاباس عليك؟ الحمد لله انت لاباس عليها، كلشي في خير. اللهم لك الحمد. شكرا للبرنامج القيم اختي. الله يبارك فيك، شكرا لك على المشاركة وعلى الوسائل. دكتورة سناء مرحبا. لا سعاد مرحبا. دكتورة سناء لاباس عليك؟ الله يسلمك. كيدايره مع الصحة؟ الحمد لله. شكرا على المجهودات اللي كديري معنا. الله يخطيك، الله يطول عمرك. مرحبا بكم، حنا راه الإشارة. الله يخطيك، شكرا. أنا دكتورة كانت عندي الدوخة، كنت كنحس بالدوخة، ومشيت عند الطبيبة دوزت وعطاتني داك لي زاناليز اللي شفتهم ليها، قالت لي عندك كوليسترول في الكبدة. وقعت عندي الوزن 84 كيلو. وقالت لي حاولي تنقصي شوية الوزن وديري شوية الريجيم، ولكن ما قالت لي شنو ندير. قالت لي حيدي، قالت لي حتى قالت لي حيدي غير اللحم ومسمن وداك الشيء الملاوي ما تبقاش تاكليه. انا درت ريجيم بوحدي ولكن ما عرفتش نقصت شويه الملح. نعم نعم. شنو درتي؟ نقصت شويه الملح، نقصت شويه السكر، حيت ديك الزيت الروميه مابقاش كنطيب بها، كنطيب البلديه، وكندير الخضره مسلوقه ومع كندير معها شويه الروز كلاصي، وكنعمرها بالمايونيز وكناكلها. ولكن طلعت لي في راسي وليت كندير شويه بالمايونيز. اييه كندير الخضره في الطاجين وكندير مع شويه زيت العود، ناقصة ملحة وشوية دجاج، ولي كنحطها كيبقاو شدو فيا راجلي وداكشي، كيقولي انت دابا واش هذا هو الريجيم؟ تاكل المقا هذا هو الريجيم. كيقولي حتى المقا. المايونيز ما خصكش تاخديها ابدا، لان المايونيز باش كطلع راه خصها بزاف الزيت باش غادي تطلع لك ديك المايونيز. فهمتي؟ من الحوايج اللي خصك تفاديهم الدهنيات بصفة عامة، ماشي غتقولي الزيت الرومية بصح بالنسبه للناس عندهم مشكل ديال الكوليسترول كيتفاداوها، ولكن راه حتى الزيت البلديه حتى هي ما خصكش تبالغي فيها، لان على حسب ما كتبتي لي عندك لاستياتوز هيباتيك، عندك تشحم الكبد. اييه. اذا خصك، وهذا 84 كيلو راه بيدها راه نورمالمون راه طالع في الوزن، دونك خصك تهبطي من الوزن. من الحوايج اللي خصك ديري تحيدي ليه دم. نعم دكتور. تختزليه في ثلاثه المعالق كبار الزيت، ولو انا زيت بلديه ثلاثه المعالق راه كافيين. داكور. ديري معلقه في كل وجبه، دونك مايونيز نساوها. اللحوم ماشي ما تاخديهاش، غير تاخدي اللحوم اللي ما ميدوماش. اييه. غتمشي تاخدي طرف ديال اللحم اللي ما ميدمش، ما فيهش الشحمه، وتاخديه واحد مره حتى جوج مرات في الاسبوع لكل لحوم الحمراء ما تفوتيهاش. داكور. وتحاولي تاخدي السمك، الدجاج الا غتاخديه حاولي تاخدي السمك، وما تاخديش الجلده. نعم. سردي ما ناكلوش. نعم. سردي حيت هي قالت لي هذاك اللي دام مزيان. ناكلو. حنا اللي تهربي منو سي اللي دام الخايب، ما اللي دام مزيان غتاخديه. بالعكس سردين ولا اذا امكن صومون مزيانين، يعني السردين مخير. هكا دكتور. ممتاز. وحاولي تشربي الماء واحد لتر ونص الماء خارج اوقات الاكل، ما تاخديش مع الماكله. لا كناكلو كنشربو في خارج الاكل. وي. وتاخدي بعدا واحد الكاس ديال الماء قبل باش غادي يحبس لك شويه الشهيه، وما تبقاش تاكلي حتى تشبعي، لان من الاهداف ديالك انك خصك تصغري الوعاء ديال المعده. داكور. باش تصغري، يعني ما تبقاش تاكلي حتى تعمريه كامل، تحسي بداك الاحساس بالشبع. بالنسبه للفواكه يا دكتوره، واخا ناكل هذيك الدوخه ما توقفيش غير عند هذا المشكل ديال الكوليسترول، ربما المشكل ديال الدوخه متعلق بالعينين بالنظر، او ربما متعلق بالودنين. ضروري غادي تمشي تشوفي نوغيغ. ما كتحس بوالو زعما، كنشوف مزيان وما كتحس بوالو. ولو تكون الدوخه خصك تمشي تشوفي هاد جوج الاطباء، يا اما ديال تقدر تكون الاذن الباطنيه هي اللي فيها مشكل. ايه. وخصو يتقاد. داكور دكتور. ميرسي بوكو. افيك غران بليزير. الله يسعدك. شكرا اختي سناء. الله يعاونك. سعاد غادي ناخذوا الان مكالمات اخرى. نعم. معنا نزهه من مكناس. اهلا بك نزهه.
جهه من كناس معنا على الخط. طيب فهمتي انما على الخط من مكناس. دكتوره سناء العينني قبيله كان السؤال ديال راجع واش الكينه ديال منع الحمل عندها تاثير على زياده الوزن. كاين الكينات اللي تيكون عندهم تركيز ديال الهرمونات مرتفع وبالفعل هما دوك لي جينيراسيون الاولانيين اللي كانوا وبالفعل كيقدروا يؤديوا الى سمنه الى زياده في الشهيه ديال الاكل الى انتفاخ اللي كيقدر يكون غير كيشدوا الماء كتكون دو لا ريتونسيون دو كيكون الانتفاخ ترجع عند الطبيب ديال النساء ديالها باش يبدل ليها الكينه حتى يلقى لها اللي مولماها. نعم اذا هنايا هذا الشخص الناس يردوا له البال واضحه الفكره. نزهه معنا من مكناس دائما مباشره. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. سلام الاخت سناء. سلام دكتوره العيناني. الله يسلمك. لا نزهه مرحبا. سمحي لي راني مرتبكه شي شويه اول مره. مع خواتاتك علاش غترتبكي؟ حنا بيناتنا كيجي واحد شويه ديال الضحك. مرحبا. كنت عافاك لالا انا عندي الغده الدرقيه وكناخذ ليفوتيروكس سيكون. كنتاخذ الدواء ديال الهرمونات باش ما نذكروش الاسماء. واخا لالا سمحي لي. وفي نفس الوقت لان كانوا قالوا لي في الاول خصني ناخذ السردين ناخذ زعما المسائل اللي كانت هذا دابا فاش هذا نفس الدكتوره الله يجازيها بخير اكتشفت بان كانت عطاتني ندير واحد التحليله ولقيت بان عندي غير زادت لي الجزء من يدي لقيت بان عندي انسوفيزونس رينال. عندك انسوفيزونس رينال؟ وي لقيت فاش درت التحاليل لقيت عندي لا كرياتينين بعد طالعه لقيت عندي لاسيد يوريك 40 لقيت عندي البوتاسيوم حتى هو شويه طالع لاسيد يوريك طالع حتى لاسيد يوريك كانت 40 دابا هاد المده ديال 3 موا تقريبا 40 ماشي طالعه في لاسيد يوريك وانا قالوا لي طالعه لا 40 لو نورمال عاوتاني على حساب لي نورم ديال لابوغاتوار 40 بالنسبه لي انا ما طالعاش لا على حساب لي نورم على حساب قالوا لي زاباغاي باش كيخدموا داكوغ واخا اي قالت لي طالعه والمهم دابا من ناحيه الريجيم ما عرفت شنو ناخذ شي تيقول لي بالمثل شي تيقول لي ما خصنيش ناخذ الحوت شي تيقول لي خصني ناخذو شي تنتبع زعما في الدكاتره غير في اليوتيوب زعما كنشوف شنو كيقولوا كنلقى بغيت دابا نعرف غير شنو هو الريجيم اللي ناخذ اللي لقلي بالنسبه للغده وبالنسبه للكلاوي. انا بالنسبه للكلاوي ما خصكش تكثري من البروتينات راه صح ما تاخذيش اللحوم بكثره اللحوم خصها تكون قليلة وتلتاج إلى السمك على العكس ولكن بنسبة قليلة ماشي كتير. هذاك الشيء قالوا لي كناخذ الوزن ديالي اما لحم اما حوت غير قليل يعني واحد 100 غرام راه بركه كافيك وضروري ما غتستشري مع الطبيب ديال الكلي ديالك باش تشوفي الدواء وتقادي هذا الشيء وما ما ما تهزيش هذا المشكل. لا انا الدواء كناخذو مع الدكتوره ديالي متبعه معاها زعما مزيان وداكشي غير من ناحيه الريجيم بالنسبه هي داكشي اللي عطاتني في الريجيم يعني ما ناكل حتى شي حاجه. لا علاش ما تاكلي حتى شي حاجه غير كيبانك مع الدويات مع الاطعمه اللي فيهم بوتاسيوم طالع ومع الاطعمه اللي غادي اللي فيهم بروتينات دونك بروتينات وبوتاسيوم خصك تنقصي منه شويه فهمتي لان دابا الاولويه ماشي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه راه كتاخذي لها ليفوتيغ كتاخذي لها الهرمونات ديال 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 الغده الاولويه دابا الكيلي ياكي بحال دابا عافاك دكتوره كناخذ انا بالنسبه للوزن ديالي ما كنزيد ما كنقص الطول ديالي متر 65 كنبقى 65 حتى 67 ما 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 كان الماء كنشرب انا المشكل ديالي كنت من قبل ما كنشربش الماء مزيان عاد في الاخر قال لي راجلي كان يلاحظ عليا بانني ما كنتش كنشرب الماء وكان يبقى يقول لي هو شربي الماء ولكن انت دابا ما خصكش تكثري من الماء على ود هذا المشكل ديال الكلي تاخذي طرو بركه عليك. ايه وانا كناخذ حتى الثلاثه يطرو في الكلاوي. لا لان الكلاوي هما اللي غادي يصفوا داك الماء الكلاوي عيانين ما خصكش تجهدي عليهم. ياك مع قال لي مع الدكتوره قالت لي الكلاوي عندي في المرحله الثالثه.
يعني هما كاينين خمسه قالت لي راني في المرحله الثالثه يعني مشى منهم تقريبا شي 60 ولا 70% الله اعلم. هادشي اللي بقى كيسيء عليه ما تخدميش اكثر من قياسه باش ما تخدميش اكثر من قياسه ما خصكش تجهدي عليه في البوتاسيوم في البروتينات وحتى الماء ما تكثريش منه تاخدي القياس اللي يكفيك. شوفي يا دكتوره الله يجازيك بخير حاجه بقى انا الغداء ديالي كندير طبطين ديال السلطه لانه عندنا مكالمات اخرى واخا عافاك غير نقول الدكتوره دغيا بحال دابا في الغداء ديالي انا كندير الصباح كنفطر بالخبز الزيت واتاي الزيت البلديه ما انا كناخذ لا فرماج لا والو و الو انا معاك في الاستماع وفي الغداء وفي الغداء في المثال كنسلق اللوبيا الخضراء كندير الفلفله الحمراء الخضراء الصفراء كندير القرعه مسلوقه الكورجيت القرعه الحمراء اللفت بحال البطاطا ما كنديرهاش كندير الخس والخيار تقريبا هذه هي الغداء ديالي. ودابا الخضار خصك تحاولي تطيبيهم ترمي داك الماء الاولاني وعاد تكملي الطياب ديالهم باش يطلقوا داك البوتاسيوم ما تاخذيهش وخا في اللوبيا والقرعه كل شيء الخضر كاملين حاولي الماء ديال الطياب ديالهم لان تيكون فيه البوتاسيوم كثير. واضحه الفكره دابا ها هي خصها ترد البال بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل بالكلاوي بحال انسفيزونس رينال قصور الكلاوي او تصفيه الكلي وغيرها من الامراض الله يشافي الجميع. اكيد ان التغذيه عندها دور محوري ما يكثروش من البروتينات كيف قلتي دكتوره سناء العناني وحتى استعمال الفواكه والخضار اللي فيهم بوتاسيوم طالع وحتى استعمال نوعية من التوابل ومن الأعشاب منهي عليها. وهنا غنعاود نذكر أيضا بخطورة الإفراط في استعمال ورقة سيدنا موسى اللي ممنوعها وغير منصوح الأكل ديالها عند الناس اللي عندهم مشاكل الكلي. غادي نواصلوا معاك ومعاكم مستمعاتنا من بعد الفاصل إيمان مباشرة غادي ناخذوا هجر. أهلا بك على راديو أصوات. ألو السلام عليكم. مرحبا أنا الرشيدية. يحبك الخير مرحبا بي يا انا عندكم الله يبارك فيك. مرحبا بك في حديث مغزل وفي فاميلا. شكرا سناء الدكتوره سناء. انا بغيت نقول على حسب الحميه التغذيه راكي عارفه الناس ديال الرشيديه والتمر ما كناكلوش على قد القياس. نعم بغيت نسول على حسب عندي انا 90 كيلو. شحال عندك الهجر؟ 90 كيلو. 90 اييه والطول ديالي 65 اها وبغيت دابا شي حميه من الدكتوره سناء حيت انا تكلمتي على التمر. التمر ملي تنقول لكم فواكه كناخذهم جوج مرات في اليوم يعني كناخذهم في الصباح وكناخذهم في العشيه مع ديك 4 ل 5 د العشيه فهادشي التمر كيقدر يعوض دوك الفواكه. ملي كنقولوا فاكهه كنقدروا نعوضوها التمره حتى ثلاثه التمرات واخا تبارك الله التمر موجود عندكم ولكن ما يمكنلكش تبالغي فيه لانه سكر واخا سكر طبيعي وفيه بزاف الافادات وفيه المغنيسيوم والفوائد ديالو كثيره جدا ولكن الى بالغنا غادي يكون عندنا مشكل ديال السمنه بحيث ان السكر الا تزاد على الحد ديالو فهو كيطلع في المستوى ديال السكر ديال الدم كيطلع الانتاج ديال الانسولين اللي كتقبض داك السكر وكتحولو عبر الكبد الى دهون. نردو بالنا وخا سكر طبيعي فهو كيقدر يؤدي الى سمنه اذا كان مبالغ فيه. حاولي تفرقي الوجبات ديالك ما بين الوجبه والوجبه يكونوا 4 ديال الساعات ما تاكليش ما بين الوجبات ما تاكليش تشبعي لان الا كان عندك هذا الوزن معناتها ان كاين افراط وان المائده شويه موسعه دونك خصنا نضيقوها شي شويه. كنضغوا مزيان كناكلوا بعيد عن كل الحاجه اللي غادي تقدر تاثر سلبيا علينا باش ما ناكلوش بالعواطف ديالنا. نعم الدكتوره زعما تعطيني شي تغذيه اللي بقى ندير في الدار حيت كنت كنجرب ولكن ما عرفتش ما كاين. هادشي اللي كنتكلموا عليه دائما. الفطور شنو كتاخذي يا هاجر؟ شنو كتاخذي في الفطور؟ في الفطور راكي عارفه حنايا مره كنديروا الخبز ديال الشحمه مره شنو كديروا؟ الخبز ديال الشحمه العامر زعما بالطريقه ديالنا الخاصه ومن بعد عاوتاني الزيت البلديه واتاي اتاي خلاص كنشرب اتاي مسوس حيت كنتبع النصائح ديالك كنشرب اتاي مسوس وفي الغداء راه كندي اي حاجه. وما بين الفطور والغداء ما كتاخذي والو؟ لا ما كناخذ والو. الغداء الغداء راه كنتغدى مع راجلي الا درت المريقه ولا درت الطاجين كناكل عادي بالخبز
بالخبز خف كسكرو طرا تندير ليه الكوسكين نيت الا بقى داك الخبز ديال الصباح كنسخنو في العشيه ونشربو اتاي ناكلو وفلاش انا كندير العشاء نيت كنتعشى نيت مع راجلي نيت صافي ديريكت شنو كديري في العشاء مره ندير لي بات مره نديرو ولا شي شلايض هكا بالليل ولا نديرو شي طاجين كل مره واشنو كنديرو بالليل بالنسبه بعدا واحد الحاجه تكلمتي عليها كون ملغيه وبتاتا الله يرضي عليكم لما نساو لي هذا الخبز في الشحمه لان شي حاجه اللي كارثه غذائيه كياخذوها الناس ما فيها حتى شي افاده ربما الناس مولفين عليها ربما لذيذه ولكن نراها كارثه غذائيه بالنسبه لصحه الانسان دونك الله يخليك هذا الخبز في الشحمه حاولي تنسايه خذي خبيز ديال الزرع الحمد لله راه كاين الخبز القمح الكامل الزيت البلديه واخا مزيانه ما تفرطيش فيها ما تاخذيهاش افراط يعني معلقه كبيره حتى لجوج معالق كبار راه فايتينك في الفطور واخا ما كتاخذي اتاي مسوس ولكن الا غتاخذي الشحمه فهي مباشره غادي تمركز كدهون ومضره للقلب والشرايين واخا دابا ما غنتجاوزوا المشكل ديال السمنه وغادي نوصلوا المشكل ديال الصحه ديال القلب والشرايين الله يخليكم بعدوا من الدهون الحيوانيه لان الضرر ديالها كبير بزاف على صحه الانسان من غير لان الشكل الخارجي ما غاديش يكون عاجبك ربما تجيك بان كاينه زياده في الوزن ولا ربما البطن غتكون منتفخه ولكن المشكل الاعمق هو اللي واقع في الشرايين واخا هاجر الفطور ديال الصباح واش ضروري نبقى نفطر كل صباح الفطور ديال الصباح الا بغيتي ديري صيام متقطع هنا كنقدروا نحيدوا الوجبه ديال الفطور اما الفطور ديال الصباح فهو مصدر الطاقه اللي كيعطينا الطاقه ديال اليوم ديالنا به كنبداو دونك مزيان ما نبالغوش تقدري تاخذي حتى داك التمرات ديالك تاخذيهم في الوجبه ديال الفطور زيديهم على داك الخبز والزيت البلديه غادي ناخذوا ايمان معنا من الدار البيضاء باش نختموا لانه بقات لنا ثلاثه ديال الدقائق اهلا بك ايمان اهلا سناء تفضل سؤالك باختصار مرحبا ايمان مرحبا بك مهم انا السؤال ديالي هو ان عندي زياده في الوزن عندي 80 كيلو وعندي متر 68 في الطول ودابا انا نقصت من الماكله ناقصه من الماكله ناقصه من السكريات مخليه الاكل ديالي عادي غير هو ناقصه مزيان غي عندي سؤال واحد اللي بغيت نسمعه والحمد لله لقيت هذا الشيء لقيت عليه نتيجه السؤال اللي عندي هو انني تنشرب الماء دافي مع الحامض على الريق وتنشرب الشاي الاخضر حتى هو تندير فيه شويه تاع الحامض وهذاك الماء دافي كاس كبير تاع الماء دافي مع الحامض تندير بحال كتنعصر غير شي ربع حامضه ودابا انا خفت يكون هذا الماء دافي على مع الحامض يكون عنده شي وعندك الحق تخافي لان هذا الماء دافي مزيان الماء دافي ما غنتكلموش عليه بغيتي تاخذي شيء اسود اخضر مثلا في عواط الماء دافي الصباح او غير ميه دافيه فهي ممتازه بالنسبه للجهاز الهضمي لان كتهيئ العمليه الهضم كيكون مصيرنات مسدودين مع الليل كنحاولوا نحلوهم بداك الميه دافيه بعكس مزيانه اما داك الحامض اللي كتزيدي عليه فهذه اكيد غتديك الى قرحه المعده يعني غنمشيو للغاستريت ومن الغاستريت للولسير حيت انا اللي خلاني نسول هذا السؤال هو انا زعما ديجا كان عندي كنت مريضه بالكبد كنت شربت واحد الدواء ودار لي حساسيه وهذا والحمد لله دابا مزيانه غير هو هاد الفكره فكرت فيها لنكون هاد الماء اللي تندير مع الحامض فيه شي مشكل غادي يهري التوب ديال المعده مع الوقت فهمتي ربما دابا ما بينش عليك ما بين عليك حتى حاجه ولكن اليوم وغدا واليوم وغدا هذه هي الحاجه المثاليه باش نمشيو نقلبوا على القرحه ديال المعده دونك الله يرضي عليكم بعدوا من هذا الشيء راه سي تان بغولور دو غريس كيدوب الشحمه ولكن راه الا درنا واحد المعادله ما بين ذوب الشحمه ديالي ونهلك توبد المعده
تنظن زعما ما نحتاجوش تنجاوبوا على هذا السؤال. معلوم الصحه ديال المعده ديالنا احسن والدهون ديالي نقدر نحرقهم بحوايج اخرين ماشي بالماء والحامض. شكرا دكتوره. لا شكرا على واجبك. ما كاين حتى شي مشكل. لا اذا كان مشكل ديال فقر الدم كناخذوه بعيد ماشي ما كناخذوش كناخذوه ولكن بعيد على الدواء وبعيد على اي حاجه كتحتوي على ماده الحديد. هذا هو واضح الفكرة. شكرا لك على المشاركة ديالك إيمان. وطبعا دكتورة سناء العيناني مشكورة على كل النصائح ديالها.